أبي، هل تعلم أن فرخ الحمام عندما ولده يكون دميماً وعندما يكبر يكون ممتلئاً وحسناً؟ نعم. وهل تعلم أن الجحش عندما ولده يكون حسن الوجه وعندما يكبر يحمل الطوب والتراب على ظهره؟ ماذا تقصد يا محمد؟ أقصد ألا تفرق في المعاملة بيني وبين أخوي لأنهما أجمل مني، ربما أكون في المستقبل أجمل منهما. والله يا بني، أرى أنه سيكون لك شأن كبير عندما تكبر. لابد أن تتعلم صنعة من الآن. سأرسلك لتتعلم عصر الزيوت. ولكني أحب قراءة القرآن ودراسة السنة النبوية. ستتعلم ذلك من عمك أنس بن مالك خادم رسول الله، سيحكي لك كل ما سمعه ورآه من الرسول، وسيفسر لك كل ما غاب عنك. ومرت سنوات طويلة تلقى فيها محمد بن سيرين العلم على يد أنس بن مالك وغيره من صحابة الرسول في المدينة المنورة، ثم سافر إلى البصرة عاصمة الخلافة في ذلك الوقت، تزوج وأنجب، وصار له محله الخاص لبيع الزيوت، كما أنه اشتهر كواحد من العلماء الأفذاذ في عصره. مبارك عليك يا أبي صفقة الزيوت الجديدة. أكبر صفقة أعقدها منذ بدأت هذه التجارة. اشتريت زيتاً 40,000 درهم. ولكنك اشتريتها بالدين ودفعت فيها ثمناً كبيراً. التجارة تحتاج إلى المغامرة يا بني، وسنسدد الثمن إن شاء الله على أقساط شهرية من عائد البيع. انظر يا أبي، ما هذا الجسم الغريب الذي في علبة الزيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه فأر ميت ومتحلل. ضع هذه العلبة جانباً وسنعيدها للتاجر الذي اشتريتها منه. هذه العلبة فقط. ماذا تقصد؟ فأر متحلل في الزيت، لابد أنه أفسد كل مخزون الزيت عند التاجر، يعني كل العلب فاسدة. إذن نعيدها له كلها. سيبيعها لغيرنا وسيتأذى المسلمون منها. أبي، فيما تفكر؟ سأرمي هذه العلب كلها حتى لا يطال أذاها أي واحد من المسلمين. سيطالبك التاجر بثمنها وقد اشتريتها بالدين، فمن أين ستأتي له بالمال وأنت لم تبع البضاعة؟ لا أعرف، ليس معي أي مال. سيقاضيك وربما حكم عليك القاضي بالسجن. والله يا بني، للسجن أحب إلي من أن يصل هذا الزيت الفاسد إلى بطون المسلمين. وبالفعل حكم على محمد بن سيرين بالسجن، ووجدها فرصة لمواصلة مشوار علمه والتفرغ له. والله يا ابن سيرين، ما خطر ببالي أن أسجن في حجرة واحدة مع عالم جليل مثلك. هذا من سوء حظك، فأنا مشغول عنك بالعلم ولا أسليك بحديثي. قل لي بالله عليك، ماذا تكتب؟ أسجل الأحلام التي رأيتها في منامي منذ دخلت السجن. تسجل الأحلام؟ لماذا؟ منذ زمن وأنا أبحث عن التخصص في علم من العلوم، وأخيراً فتح الله علي بعلم تفسير الأحلام. وهل هناك علم اسمه تفسير الأحلام؟ سأكون أول إنسان على الأرض يضع قواعد هذا العلم، وكلها من القرآن والسنة. كيف ذلك؟ انظر في القرآن: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إذن فتح مكة كان برؤية من الرسول ثم تحققت. نعم. وقصة سيدنا يوسف بدأت برؤيا أنه يرى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. وملك مصر رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه أيضا رؤيا فسرها له سيدنا يوسف، وقد جمعت أنا كل الرؤى التي رآها الرسول في منامه
وفهمت أن كل ما فيها كان يرمز لشيء، فقد رأى عليه الصلاة والسلام أنه يشرب اللبن ويرتوي منه حتى خرج من أظفاره، واللبن هنا رمز العلم الذي علمه الله إياه. وماذا أيضا؟ رأى الرسول الناس يوم القيامة يرتدون قمصانا تطول وتقصر من شخص لآخر، ورأى عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا، والقميص هنا رمز الدين والعمل الصالح. وماذا عن رؤى غير الأنبياء؟ رأت أمنا عائشة أنه يجلس في حجرها ثلاثة أقمار، وفسر لها أبو بكر الصديق هذه الرؤيا بأن ثلاثة عظماء سيدفنون في بيتها، وهو ما حدث فعلا، قبر الرسول وأبي بكر وعمر في بيت عائشة. ما شاء الله، هذا عن الرموز، فما هي القواعد؟ كل رؤيا نراها في المنام نجد لها رمزا في القرآن والسنة، والرؤيا الجميلة تكون بشرى لخير سيحدث، أما الرؤيا السيئة فلا يشترط أن تكون شرا سيحدث، إنما هي من الشيطان، ومن يتق الله في يقظته لا يهمه ما يراه من سوء في منامه.